ودي اليوم اسكت برك. السلام عليكم، صح فطوركم. مرحبا بكم في حلقه جديده من كاميرا كاشي. تفرت فيك نسيتها على بالك. اليوم استغلينا خو جوبا هارون يخدم على سون والله غير جابه لنا وسكن له الامان. وعلى بالك راح نضربوه وحيزعف بزاف. وش رايك عمر؟ خلاص تبعوا معنا مشاهدينا الكرام راح تشوفوا. شنو الفون نتايا؟ انا جواتكي غير عيط السكيورتي باس دوك نضرب. لعيبات كيما انت ما نحملهمش. انا قبالي فري قبالي عباد بي هادي. طاح مع واحد نيرفو يدخل فيك دير قاعد بيك تكوت منا لا فلوس. بداية بدون إطالة حبينا نعرفوا في عجالة شكون هو والد هارون. والد انت صغير بارابور لي جوار اللي يلعبوا بزاف في الاخر. كاين بزاف دي جوار كبار عليك بارابور انت صغير عليهم. لو كان تقولنا كيفاش كان الاتصال معهم، كيفاش لقيت روحك معهم؟ الحمد لله دوك في غالي معسكر دوك شغل وليت نحس روحي كبير دوك ماشي كيما هما. تقدر تقول ليكسبيرونس اللي عطاوهم لي هما دوك راني نجيري. بصح في اللاج مازالك صغير. قتلتني بادي تاع صغير صغير. لا ما صغير نقول لك كبير. لا مانيش نقول لك بيني ولا بصح ماشي تاع صغير. لا شحال في عمرك؟ عندي 23 وانا سايب ولادة. مازالك صغير. بصح انت مهبول على بالك. سؤال انت مهبول شويه على بالك. لا اخو انت شكون جابك لهنا؟ الدبلوم تاعي. واش من الدبلوم اللي عندك تقعد بيا؟ لا شوف بصح اسمع لي ما تستهزاش بواش عندي انا. والله غير شوف باسكو ما عجبكش ما عملك تهضر. معليش خويا والله غير الله يبارك خويا باش انا ندخلك في خدمتك خويا ما ندخلك. كيما انا ما ندخلك كيما انت يا انا نقدر نقول لك انت يا فاشل. اسمح لي كلامك هو الكبير. انت فاشل. معليش انا فاشل. ايه فاشل ديما تعرفينش كيفاش تقول لي لا فاشل. دوك انت ما على بالكش بوفون انت يا ماشي بوفون هارون برك او تما عندك هارون اسماوات كيف بس اصبر يا خويا دوك اسمع لي ومن بعد حكم يا خو ماشي انت حكم يا خو من بعد كي تسمع لي حكم. بوفون قريب بصح انتايا مازالك صغير. معليش يا خو انا صغير انتايا دوك انت قلت فاشل ودوك قلت خليني نهضر. هيا روح تفضل ما ندخلش في خدمتك باسكو انت جورناليست وانا جوار بروفيسيونيل. لا والله غير جوار بروفيسيونيل. لا اماتور. كيفاش اماتور؟ مازالك اماتور. انا اماتور. ايه مازالك اماتور. الله يراك غلط فيه. هو دوك انت حبيت نضرب ولا انا اللي جايك لهنا جونتي مونت شغل لك تبيكي فيا ومنا ضربش معاك يا استاذ. لا دوك انا جيتك جوار بروفيسيون ما جيتك شغل جواتكي ولا دوك ولا حبيت نقلبوا جيدو ونقلبوا جيدو يا خو. دوك هو يبيكي فيا دوك هو اللي يبيكي يا خو. هم لي سمعت انا ما حاوزوكش خو. انت ما فهمتش مي با كيفاش راح تمشي اسكاك اكثر واحد ديك لي سمع هضر جونتي مو يا خو. طاح مع واحد معليش طاح مع واحد نيرفو يدخل فيك ديريكت. سامان بلا كنت طاح مع واحد نيرفو انا جيتك عاقل جونتي منا هذا ونقولنا بسم الله منا لو كان جيت مع واحد اخر. معليش يا سيدي ايه مبربرك مازالك جبتني في خويا. ايه واش حبيت خو؟ خا اسمح لي خويا صافا لاباس راك مليح الله يحفظك خويا. اسمح لي خويا في الخدمه ما كاش بارك بها غير الشيت. انت ملي تنوض وانت تشيت اش فيها هذا يا خو؟ يا خو لا دوك كنت معايا فيها. والله غير شوف انا نقادركم ونقادر الله شنادي ونحبها الله شنادي ماشي قال بصح كاين دوك انت يا خو حبيت نضرب ولا حبيت هاك تدخل هاك تهضر في واحد الهضره كبيره عليك يا خو. والله العظيم توني في رساله انتوما كنت دقيقه جيت تبدل لي لاباستي. ها يا خويا حبيت ضرب كاع معانا. اسمع معليش اختم من حمار تريح. والله غير بزاف يا خويا والله غير نحشم منكم. لو كان المام اللعيبه اللي يخدموا فيها نعرفهم شغل ماشي عيب عباك عيب يجي كذاف معليش اختم تقدر تختم. اخويا ما تزيدش تعاود هذه تاع المعارف. والله هاك غلط بزاف ما تزيدش هذه تاع المعارف باسكو هذه تاع المعارف بالك تديك لبعيد. قيل ان مباراه اتحاد العاصمه ضد مولوديه الجزائر تبعني مليحه اخبروك انك سوف تكون اساسيا. قبل الماتش جاو قالوا لك يا ودي انت راح تكون مع بارمي لا ليست تاعنا. فهمني واش معناتها لا ليست. فوالا من الخوف الخمس دقائق تروح للطواليت انتك تخلط فيه يا اخو كوبي دقيقه يا هادي نروح منا كل دقيقه نروح للطواليت قاعد بيه بروفيسيونال. انت جبت لك حكايه انت واقيلا ما تحبش صح. لا انا خليني نهضر يا اخو
كيفاش انت واقيلا عايش بالبير عايشوني قلشوني انا باك تشوف راني حطه من انا ما فري ما نفهمش يا اخو الجوال واحد اخر يضربك ديرك ما باش ما يفهمك ما يتفهمش ديك ما حك تهضر على الضرب على بالك كيك بوكسينغ ديرو واخيلا انت انا جوات فيه كنت ندير جيد قبل ما ندخل لوغ كيفاش قبلوك بارون ايه هكذا يا اخو معرفه انت تقول من صباحك تقول معرفه انا دخلت معرفه يا اخو معرفه لعب في شي اسكو ولا في اسمو ولا نقول لك اسكو غارديان تاع دير يديك هكذا باش تشوف الصقله هاي عكس غارديان هكذا معليش يا اخو دوك انا مانيش غارديا وانت يا وانت جورناليست بيناتنا حبيت نفهم انا انت جورناليست تاع بوبيا منين جابوك انت والله غير راني حاب نعرف منين اللي جاب لك الدبلوم هذا نروح بالك ما باش نضرب معاه ما نضربش معاك عافاك كيفاش رحت من ليسما ولا ما بالك انا لا ديناميت رحت من ليسما لا دي انا الكونترا تاعي تخلص في جوان هذا العام تخلص نورمالمون 2018 نورمال كيفاش حاوزون دوك انا يا اخو انا راني دوك انا نهضر لك هكذا انت تعبك والله انا ولا هكذا والله غير نروح يا اخو باسكو على بالي كنكمل معاه نضرب يا والله غير نضرب معاه ايه دوك حنا احترمنا لاش احترمنا هادو دوك انت نضرب معاك ما غير باين باللي نيفو با انت نيفو دار دواز انت قسما بالله شوف انت يا بجار ما على باليش نحطك في ما باليش انت نورمالمون انت راك في البارك زيولوجيك انت بناك انه انت تربي في هذه هي خدمتك يا اخو تقول انت جورناليست انت قعدت بينا يا اخو حوزوك من اليو اس ما على بالك مين باس اقعد اسمح لي اسمح لي كلمه خليني نقول كلمه انت جورناليست غرون جورناليست لا معليش لو كان ريه والله غير لاشين هذه والله ما تستاهل تخدم فيها قسما بالله ما عرف لي جورناليست صحابك والله ما هو باين هذا على حسب وتشوف قلت له كاستيون مليحه انا نحبس لك لا كارير ديالي صاي ما الا عندك وهذيك الله يحفظك على وجوهكم قسما بالله على وجوهكم يا ما ريحش ما عندنا تلاقاو برا خويا بالحلوه والمر نورمال خويا صحيح اسمح لي نتلاقى بك برا معليش انت لا نهضرش كاع ما كان نتلاقى بك برا يا ودي انت نتلاقى بك برا كيفاش نضربك قسما بالله عباد كيما انت عباد ما نحملهمش والله العظيم تحملهم والله ما نحملهم على الهضره هذه قسما بالله نضربك عباد خلينا نموت عليك انا تعال الله غير استغفر الله يا ربي اسمح لي يا رب ليه ولا معطوب بشريه معطوب راجل يا اخو انت تهضر على معطوب عباك كان مازال معطوب انت ما تباش انت والله غير من الدار ما تخرج انت تهضر على معطوب هلا باش مهبول انت اسمع كي وصلت على معطوب والله غير مهبول انت يا اخو تهضر على معطوب انت تهضر على معطوب سبيتو قلت له دير ما تقعدش بينا انت تهضر على معطوب مهبول انت عباك وقسما بالله عباك ورا ريسبونسابل تاعكم ما تهضر على معطوب خلينا نروح اسمع انا ماشي عباد هذوك تاع القبائل السيرفيس عباك بها انا قبالي فري قبالي عباك بها هذه مهبول انت عبالك تتهضر على معطوب مهبول انت السيرفيس واش معنى قبائل السيرفيس كيما انت يا عبد تاع لي سيرفيس مهبول انت تهضر على معطوب انت نحيلي يا اخو انا مجي اسكا انا اللي ديسيديت نروح باسكو ما يحبوش ولا تيجي وزو لا على بها انا قلعت وسقسي مازال كيفاش لو كان ما يحبونيش عاودوا يعيطوا لي عندها عامين عاودوا يعيطوا لي عندها عامين ومازال اداره مازال اداره تاع جي اسكا عندها عامين من ما يعرفكش كيفاش يا اخو عندها انت تضحك على بالك كلو الواقع يا ودي كان جيت كلو معليش وما تضحك انت ما مو تخلع العيب تخلع هذوك هذوك لي بيبي اللي ما يرقدوش انت تخلعهم ما تزيدش تعاودها باسكو بلا ما دير ماسك تخلع العيب ما تزيدش تعاودها تخلع لي بيبي منا باش يرقدوا تزيدش تعاودها يا اخو والله ماني حاب نسبب لك في خبزتك ريحه اذا نواصل مع وليد الكتكوت الصغير وليد خا باش كتكوت تاعك تعيش خا تانا ما موتوني في افلام تاع الاخر دوك تاع باصر منا ولا يدوك تخلى العيبات صوالا سيد تقعد بيه كتكوت منا لا فلوس خلينا والله غير عباك قسما بالله غير شو دوك نضربو قسما اسمع غير عيط السيكوريتي باس دوك نضربو والله غير دوك نضربو ما بول انت كتكوت وبعد فاشل وبعد حوزوك لياسما حوزوك جياسكا انت وين تعرف انت عادي صاي خلونا نحايا والله ايه كتكوت يا اخو هذا رجون تيمو يا اخو عارف كيفاش تهضر مع الناس قيم الناس يا اخو هذه الدنيا راني نهضر معاك يا اخو راني نخمم لك لافينير ديالك مانيش زعما يا اخو انا نحب لك الخير دوك نتلاقى بي تلاقى بيا يا اخو بالك نتعاوني نرفدك بالك ما تعرف يا اخو
سيش تعاود هذه يا اخو اسمح لي باين انت اودي انت ماشي من منينك انت والله غير ما تعبك الله من الغرب هذا غرب الناس كره ما اخويا ما نعرفهمش هكذا انت تلعب انت لا لا انت ماشي جا انت تكون في معسكر انت تعرف شويه فرونسي تعرف شويه فرونسي تعرف شويه فرونسي ما نهضرش فرونسي نهضر قبايليه كاس قاسم مزيان كيني كيني مزيان اسمع بالكو دوزو تاع ماطو باسكو راح يدير بروبليم كبير انا ديجا هكذايا لو كان كما حشمت شويه ندير لك كرون بروبليم على هذه تاع ماطو وليد حارس مرمى رائع في الجزائر من كبار الحراس المرمى رغم انه صغير الا ان امكانياته كبيره جدا وليست محدوده دوك مازالك صغير امكانياته محدوده منا واش حبيت انت يا امكانياته انت واش حبيت دوك انت يا اخو الله يستر الله يسترلكم نحشم منكم ما تدخلوا صوره دوك عندك عبد السماية ها دوك عندك عبد السماية شو يضحك يعني الله يا اخو ولد والله العلي العظيم يا اخو لا 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 يا اخو لا لا يا اخو والله يا اخو ماشي هكذا يا اخو انت دخلت لي سياسه ما طوم منا يا اخو عباك بلي حنا قبائل الفرنسي بشويه علاش علاش يا اخو علاش ما قدرت نزيدو يا اخو علاش يا اخو برافو يعطيك الصحة وليد الله يعطيك عطانا كلمة خير من هنا ياك تدرتيش ياك القبايل ياك مازيغان ياك الجزائر ياك الجزائر هاي في كيان اختيست القبايلي ثاي بون ثو يعطيكم الصحة اثنى يخدم البوسيبلينس باش الله يعطيك هاي كلمة في رمضان قاعد فاملي الدنقا هاي بون ان شاء الله نجيبو رمضان ان شاء الله نصمو بالهنا والصحة ونتمنى لاشين هذه تروح بعيد ان شاء الله تزيد تروح بعيد باسكو الله يبارك الحمد لله راني نشوفوا هذه زيميسيون اليوم الله يبارك على سوا الفوتبول سوا السياسه سوا حاجه واحده اخرى ونتمنى لكم ثاني ما شاء الله تزيدوا وليد على بالي بلي ما لقيتش كلمات يعطيك الصحة وليد كنت إنسان بطل والله غير بطل هذه هي الكلمة اللي نقدر نقولها لك بارك الله فيك واش بسير ما ديرين قولا ونادي يفتين خاصك الواد يتقص العلامة كلا